رجعنا تاني في واحد من الناس وفقرة أبي مع العظيمة حاجة ياسمين الخيام، ياسمين الحصري اللي نورنا وانضمنا، المنشد الجميل محمود فضل. أهلا بك يا محمود. أهلا وسهلا بك صابر. عايز أعرفك بمحمود. أيوه. محمود صوته جميل قوي. بسم الله ما شاء الله. قلت أسمعك. كفاية إن اسمه محمود. الله يسعدك. والله بسم الله ما شاء الله. يا ريت نسمعه كده مع بعض، انا عايزه يعني تسمعي صوته عشان تحكمي عليه وتقول لنا رايك ايه. يعني هو راجل فنان موهوب بسم الله ما شاء الله. الله يخليك. بسم الله ما شاء الله. يعني اتشرف يعني ان انا اقلد الشيخ محمود الحصري في وجود الحاجه. بسم الله ما شاء الله. الله يسعدك يا رب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ايه رايك في صوته حاجه ياسمين؟ قريب يعني بيقدر يقلد الشيخ الحصري؟ يعني لا قراءته كويسه الحقيقه بسم الله ما شاء الله. فيعني ربنا يا رب كده ان شاء الله يزيدك وممكن بقى تجينا كده في مقرأة الشيخ الحصري في الجمعية ان شاء الله، عشان خاطر برضو كده تاخد اجازة بعد ما ان شاء الله كده نصحح لك بعد يعني ان شاء الله وتحفظ كده وتبقى جميل. بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليك. بسم الله ما شاء الله. السؤال الشيخ الحصري سهل تقليده حاجة ياسمين ولا صعب؟ لا هو اصل تقليده ما فيش حد بيقلد حد، كل واحد ليه بصمة. ولكن هي يمكن حتة الروح بس يعني كده ان هو يعني بيستحضر كده في ترتيله الشخصية وأدائها. أسمعك القراءات بتاعته. طيب. بالأصوات. يا ريت. طيب. أنا هعمل سلسلة كده مشايخ الحرم مؤذين الحرم ومشايخ المصريين. طيب. أيها الإخوة المؤمنون، نحين الآن موعد صلاة العشاء من المسجد الحرام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ده أذان الحرم. جميل جميل. في بقى يعني هجيب حتة إذاعة التلفزيون والمشايخ المصريين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قف على سنن المختار من نسب وجل البلاء، غت من أغصانها الذلول، محمد سيد الرسل التي شهدت بفضله أنبياء، الأعصر الأولي. شيخ محمد عمران ده بسم الله ما شاء الله. في كتاب السنة. وهدوا إلى طيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. شيخ محمود البنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل المشايخ المصريين اسمعنا. ايش مشايخ العرب بقى السعوديين؟ في الدوسري في السديس. نبدا بالسديس مثلا. استووا. الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الدوسري. جميل جميل جميل. ما يقل دكتور ما العقلي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يعني تقليد الشيخ الدوسري. نعم. دوسري. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني أنت أنا متخيلة أنك في الإنشاد هتبقى رائع. لما جيت أنشدت مولانا الشيخ محمد عمران. الشيخ محمد عمران ده على فكرة صح. من الأصوات الجميلة الحقيقة. الإنشاد ممكن أقول مش كده؟ ربنا يوفقك إن شاء الله. ممكن أسمعها عذرا رسول الله. يا سيد الرسل الكرام تحية من قلب عبد عاشق تواقي عذرا رسول الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف جاء زرة من نوركم قد جمل الرحمن بها يوسفا والله
والله لو قلبوا الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى والله لو انشق قبر الحبيب المصطفى وشعت أنواره لظلام عم على القمر وولى واختفى والله والله يا رسول الله لو اجتمع كل العباقر على أن يصفوا كما عارفوا ليس قصدي من الجنان ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني يا حبيبي يا رسول الله أريدها لأراك الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. عشان كده بنصحه الحقيقة لما يتخصص في الإنشاد، لأن الحقيقة هو القرآن منهج، يعني إيه يعني اللي يقرأ قرآن يقرأ قرآن، أنا رأيي يعني اللي تربيت عليه يبقى قارئ للقرآن. المنشد ده بقى طبعا بيبقى الأول تربى على مائدة القرآن، فبيديه فصاحة وبيديه بلاغة وبيديه مخارج حروف سليمة، فلما تخصص بقى في الإنشاد إن شاء الله هتبدع، هتبدع حقيقي. نرجع لأغنية الشيخ الحصري. هو فعلا كان بيعمل جدول بأسماء أهله وقرايبه علشان يسافروا لأداء فريضة الحج؟ ما خلاش حد من عيلته الشخصية. طبعا ما خلاش حد من عيلته خالص، إلا ما فعلا كان كل سنة كده ياخد واحد أو اتنين عشان يسقط عنهم فريضة الحج. مين المقرئ اللي كان بيحب يسمع له الشيخ حسن؟ أولا كانت علاقته بكل زمايله علاقة جميلة فيها مودة وفيها رحمة، وأصل كان البيت الحقيقة يعني كان من ضمن إعزازه وتقديره لأساتذته، كان الحقيقة فيه كده مكان كده زي ما بيقولوا إيه يعني إيه مكان خاص كان لأستاذه الدكتور الشيخ فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي، ده كان الحقيقة يعني كان الأستاذ الجميع. فكان مقيم معنا لأنه كان هو من دمنهور، فما كانلوش إقامة في القاهرة، فكان الوالد مخصص له جناح كده خاص بيه، فكان كل المشايخ طبعا لأن ده كان أستاذهم كانوا على طول بيبقوا موجودين عشان خاطر طبعا وجود مولانا الشيخ عبد الفتاح، وعلشان البيت فعلا بيت مفتوح وفي يعني ضيافة وفي محبة وفي إحساس حلو، وشفت إزاي التآلف والتراحم والمحبة والاحترام والتوقير لبعضهم. هل اتعرض عليك تسجلي القرآن بصوتك؟ كان كان لما كان في صوت القاهرة كان فيه افتكر الأستاذ طه نصر إذا كنت تذكر هذا الرجل، فكان وزير الثقافة ساعتها والإعلام كان الأستاذ السباعي مظبوط. فالحقيقة لما أنا افتتحت كان أحد الاحتفالية ببعض الشخصيات في البهو الفرعوني في مجلس الشعب، فبعد كده عرض عليا وكلف فعلا صوت القاهرة أنها تسجل. وما تمش للموضوع، مين اللي اعترض؟ الوالد قال لي أنا بحفظك القرآن وبعلمك القرآن عشان تتدبري وتعملي بيه، عشان خاطر صوتك مطوعك أن أنت والبلد ناقصة فوقها ومشايخ يعني. حاجة ياسمين، ايه الجملة اللي كان دايما الوالد دايما يكررها على لسانه دايما، يعني كان بيقولوا فيه دايما كده جملة بيكررها على طول؟ لا هو كان كلامه على طول بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دايما يقول اعملوا اللي يفرح سيدنا النبي. لما كان سبحان الله ما حد بيجي يطلب منه حاجة، فكنت مثلا انا في سني كنت صغيرة يعني، فكنت
يعني ايه كثرة سبحان الله الطلبات دي والحاجات دي. فكان يقول لي يا بنتي اهلا بمن جاء لي ليدخر لي عند ربي، يعني اللي جاي يحوش لي عند ربنا. وكان سبحان الله علمني حاجة الحقيقة في الجمعية بقى على طول واخدها شعار لا هم مع الله، يعني كل حاجة بإيد ربنا طالما هنتوجه بها لله، فتأكدي أن ربنا سبحانه وتعالى هيعين في تنفيذها وتحقيقها. ولذلك كانت يمكن نجاح بعض المشروعات الحمد لله اللي احنا في الجمعية جمعية الشيخ الحصري قامت بيها، بداية من المسجد والمسجد الجامع اللي هو فيه طبعا ثلاث مساجد كل الفضل الله سبحانه صحيح. وتعالى أيوة. والأعمال بقى الخيرية سواء كفالة ونعم الابن البر. والله حاجة ياسمين انت ونعم الابن البر. الله يعزك الله. بس عايز أسألك اسم الحصري ده جا منين؟ اسم الحصري من أبوه اللي احنا قلنا عليه اسمه السيد علي خليل. وكان هو أصلا مسقط رأس الجد، الجد من الفيوم، وأهل الفيوم يمكن بيجيدوا صناعة الحصير، فكان هو بيعمل بالتجارة وكان بيتقن الصناعة دي. وكان الحقيقة ما بيخليش إطلاقا أي زاوية أو جامع صغير إلا لما على طول يفرشه بالحصر. فاشتهر بقى في منطقة الشبرة وطنطا وكده إنه الحصري، فأصبح لقب زي الخيام كده يعني. تحبي أن تقولي له إيه بقى في ختام حلقتنا؟ أولا هو عارف، هو معي على طول على فكرة، لا يفارقني صدقني، يعني سواء في رؤى أو في حياتي، يعني لأنه كان دايما يقول لي اعملي الحاجة اللي تفرحي بيها ربنا واللي تفرحي بيها سيدنا رسول الله واعرضيها كده. شوفي يعني فرحي ربنا بحاجة حلوة كده تلقيه كده هو راضي عنك، وفرحي سيدنا النبي شوفي ازاي هتعملي ايه الحاجة اللي تلقى كده سرور كده ورحب بيك سيدنا النبي. فبيوحشني اولا وعايش معايا على طول حقيقي صدقني. وانت يمكن حضرتك تعلم عني ان انا يعني ما بتكلفش في الكلام ولا حاجة، لكن حقيقي لكن بدعي له طبعا ربنا سبحانه وتعالى يجمعني بيه كده في صحبة الحبيب عليه الصلاة والسلام وفي الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو عتاب أو حساب، ويشفع في كل حروف القرآن وكل آيات القرآن وكل ما رتله مجود ومرتل وبالقراءات المتعددة. ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا القرآن شفيع لي، وإن شاء الله كده يعني بأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني بر ورضاه، بر وبر أمي ورضاهم علينا إن شاء الله. ربنا يتقبل كل الأعمال الخيرية اللي بتعمليها، ربنا يتقبل في ميزان حسناتك وحسناتك إن شاء الله. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. ونعم الابن البر، نورتيني، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بالصحة والسلامة والأمة كلها بخير وكل كده إن شاء الله، الناس كده إن شاء الله ربنا يصرف عنا وعن الأمة كلها كل بلاء ووباء ومرض وعوز واحتياج، وإن شاء الله ننعم جميعا يا رب كده برضا وحب الله وحب سيدنا رسول الله وبالعمل الصالح، ويحسن خواتيم أعمالنا ويرضى عنا رضا الله سخط بعده أبدا يا رب إن شاء الله. نورت يا محمود، شكرا جدا حضورك النهاردة في فقرة أبي. في واحد من الناس كانت خيره ابنة بارة بوالدها الحاجة ياسمين الحصري في حديثها عن الشيخ الحصري رحمه الله. النهاردة خلصت، أتمنى أن تكون نالت رضا حضراتكم بالروحانيات الجميلة اللي عشناها مع ضيوفنا الأعزاء. قبل ما أسيبكم عاوز أقول لكم أن من أشهر مقولات فضيلة العالم الجليل الشيخ متولي الشعراوي مقولة بتقول لا تعبد الله ليعطيك بل اعبده ليرضى فإن رضي أدهشك بعطائه. وقال الشيخ الشعراوي لا يقلق من كان له أب فكيف يقلق من كان له رب. وقال كمان الشيخ الشعراوي لا تقلق من تدبير البشر فأقصى ما يستطيعون هو تنفيذ إرادة الله. أشوفكم على ألف خير وصحة وسلام.